السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وحلقة النهاردة يا جماعة هنتكلم إن أنت إزاي تقدر تصلح أخطاء شبكة الإنترنت الخاصة بالراوتر بتاعك عن طريق ويندوز 10. أول حاجة هتبدأ تعملها هتفتح قائمة ستارت وتبدأ تخش على إعدادات السيتنج، تمام؟ بعد ما تفتح إعدادات السيتنج هتخش على كلمة نتورك أند إنترنت. بعدها هتفتح معاك بإيه؟ بالشكل ده. هتنزل تحت خالص هتيجي عند كلمة إيه؟ نتورك ريسيت. هتدوس ايه عليها. لو دوست ريسيت ناو هيبدا يعمل عمليه ايه، هيديك 5 دقايق ويبدا يعمل عمليه ريستارت ايه للجهاز. يعني خلينا اوريها لكم ايه عملي والحق الفيديو اللي انا بصوره ده قبل ما ايه ما الجهاز يعمل ايه ريستارت. انا دوست دلوقتي ايه كده، هو بيقول لك ايه دلوقتي، هو بيسالك دلوقتي بيقول لك ايه انت محتاج تعمل ريسيت لشبكه النتورك، فانت هتقول له ايه ماشي تمام. هيبدا يطلع لك تقريبا اشاره كده مكتوب فيها 5 دقايق وهيبدا الجهاز يعمل ايه، اهي طلعت. هيبدا ايه هو دلوقتي مديك 5 دقايق وطبعا عندي ايه الانترنت، تمام؟ 5 دقايق وقت في الجهاز ويبدا ايه يفتحه. هتلاحظ بقى في سرعه في الانترنت، في مشاكل كانت بتقابلك في الانترنت هتلاقي قلت جدا او شبه ايه مش موجوده. ودي كانت حلقه النهارده، ويا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.